انعقد اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، والذي خصص لتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الثقافية، فيما يتعلق المشروع الثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين. المرسوم ديال اليوم اللي غادي يدوز اليوم في مجلس الحكومة هو مرسوم كيتعلق بالتعويض عن الإقامة. هو تعويض عن الإقامة، هو تعويض اللي كيمثل تقريبا ما بين 10 و25% من المرتب الأساسي لكل موظفين، وكذلك موظفين ديال الدولة والجماعات المحلية. هاد التعويض هو عنده علاقة بتصنيف ديال المنطقة، تصنيف من أليف إلى جيم. أليف من طبيعة الحال هو اللي كيتقاضى 25% من هذا التعويض من المرتب الأساسي. ووصل المجلس إثر ذلك عرضا للسيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة حول رواج استراتيجية تشاركية لتفعيل الأوراش المهيكلة لقطاع التجارة والتوزيع. هذا القطاع واحد القطاع اللي هو تعرف نمو طبيعي عادي، إلا ما تدخلناش من خلال استراتيجية قطاعية ما يمكن لناش ننظموا المجال ديال العلامات بار اكزومبل لي فرانشيز، ما يمكن لناش ننظموا المجال ديال التعمير التجاري باش ما تكونش التركيز في بعض المناطق المدن دون مناطق أخرى، ما يمكن لناش نقادوا الحماية التجارية ديال التجار، ما يمكن لناش نديروا العصرانة ديال القرن، ما يمكن لناش نديروا التكوين، فبالتالي هذه كلها محاور غادي تندرج في هذه الاستراتيجية. وفي ختام أشغال المجلس الحكومي تم دراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.